يا اهلا بيكم مره تانية، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، واول فقره حواريه في حلقتنا النهارده، واللي منورنا من خلالها اتنين من لاعبات النادي الاهلي الدوليات في الجمباز اللي شاركوا مؤخرا في بطوله كاس الفراعنه الدوليه. طبعا دي البطوله اللي كانت مقامه في مصر، مصر استضافتها خلال الفتره من 15 الى 20 من ديسمبر الماضي بمجمع الصالات المغطاه باستاد القاهره الدولي. عايز اقول لحضراتكم البطوله دي شارك فيها 321 لاعب ولاعبه بيمثلوا انديه 12 دوله مختلفه. هنتعرف بقى مع حضراتكم على تفاصيل اكثر متعلقه بهذه البطوله مع جانا ابراهيم لاعبه الجمباز بالنادي الاهلي اللي منورانا، وكمان ندى عبد الرحمن. صباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ اولا مبروك البطوله مشاركتكم فيها، ويعني طلعتوا فيها بقى او طلعتوا منها بايه؟ نبتدي كده معاك يا ندى. انا جبت تاني حصان، ويعني بس في البطوله بس يعني اكتسبنا ثقه كبيره، وبتعرفنا على ناس وخبره، واخدنا خبره كبيره قوي، وتعلمنا من البطوله دي كتير. حلو. وكانت بطوله حلوه وتنظيمها حلو، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. وانت يا جنى عملتي ايه في البطوله دي؟ جبت تالت حصان وتاني بيم. هايل هايل. المنافسه كانت شديده، لما قلت 321 لاعب ولاعبه وانديه 12، يعني 12 انديه مختلفه من دول مختلفه. عايز اعرف مبدا المنافسه لوحدها، التفصيله دي كانت عامله ازاي في البطوله دي؟ عرفينا. يعني ما بين في الجهاز وجهاز بيبقى فيه ناس شاطره، فنبقى حاطين في دماغنا اللي احنا ان شاء الله نعمل اللي علينا علشان نعمل مركز، علشان نبقى طالعين في دماغنا اللي احنا ان شاء الله نطلع بمركز بميدالية ونخرج عاملين اللي علينا. بيبقى فيه طبعا منافسات كتير ودول كتير، فاحنا ما نقلقش وما نخافش وبس نعمل اللي علينا يعني. بس بيني وبينك انت كده يعني مين اللي كان فعلا يخوف؟ برغم التوجيه بانه ما تخافوش وما تقلقوش، بس اكيد برضه في منافسين اقوياء، وانتوا بطبيعه الحال اكيد برضو بتتابعوا وداخلين اي بطوله عارفين مين الاسماء الاتقل اللي هتتنافسوا معاهم. كان في من بولندا، ناس من بره مصر دي بتدينا هيبه اكتر، وبرضو بننافس بره مصر وجوه مصر. فدي كانت منافسه اشد من اي بطوله يعني. وانت من زاويتك انت عشان بقى شفتي الحكايه دي ازاي؟ يعني هي دايما بتبقى المنافسه الاصعب اللي هي من الدول اللي بره، يعني لان احنا هنا بنبقى عارفين مستوى بعض، وكله عارف مستوى التاني، وفي البطولات بنبقى مع بعض وكده، فاحنا عارفين مستوى بعض. لكن المنافسه كانت من بتاعه دول بره زي الهند وبولندا، كانوا يعني داخلين في المنافسه في الثمانيه الاوائل، فكانت المنافسه صعبه يعني مع الدول. طب احنا فين منهم يعني؟ واضح كده من كلامك ان الاوروبيين بصفه خاصه، وبرده الهند والدول اللي انت ذكرتيها دول ناس اقوياء. يعني هل فارقين عننا كتير، ولا احنا برضو مستوانا مستوى اللعيبه بتوعنا قريب منهم؟ لا احنا مستوانا قريب، بس لو نواظب على التمرين بشكل صح مع الامتحان، يعني مع الدراسه، يعني نعرف ننظم اليوم او الترتيب بتاع البطولات مثلا، او ترتيب التمرين ازاي، او التمرينه نفسها ننظمها ازاي، لا مستوانا مش بعيد خالص. طب خلينا في الحته بتاعت الموازنه ما بين الدراسه والتدريبات والبطولات والمعسكرات الى اخره، عارفه تعملي ده بنجاح؟ انت بتدرسي في سنه كام دلوقتي؟ تانيه ثانوي. واخبار الدراسه ايه؟ يعني الامتحانات داخله على وصول، وفي بطوله، هو الموضوع بيبقى صعب اكيد، عشان كده بسالكم في الحكايه دي. بتهندلوا ازاي الحكايه دي؟ احنا بنبقى متعودين على الموضوع ده، احنا من 3 سنين بنلعب جمباز، فمن واحنا يعني من احنا في اولى ابتدائي مثلا، احنا متعودين ان حتى لو في بطوله وفي امتحانات، لا احنا ممكن نمتحن مثلا الصبح ونروح البطوله عادي. هي انت كمان بالنسبه لك عادي يا ندى؟ ما هو صعب بس بنحاول. مضطرين يعني. وانت برضو زيها في ثانيه ثانوي ولا؟ لا انا اولى ثانوي. اولى ثانوي. واخبارك دراسيا ايه؟ يعني بنحاول نشد حيلنا في المنهج عشان امتحانات خلاص، فبنحاول مع التمرين برضو نلحق نذاكر ونروح بقى دروس ونذاكر مع التمارين، فدي بتبقى حاجه صعبه. انا عايز اقول لكم على حاجه ممكن تبقى يعني ممكن تشكل حافز بالنسبه لكم، ممكن تبقى ملهمه بالنسبه لكم، ممكن تطمنكم. احنا من خلال البرنامج ده يعني استضفنا العشرات من الابطال والبطلات الرياضيين في مجالات رياضيه مختلفه. عايز اقول لك الكم الاكبر منهم كل ما بيزداد تفوقهم الرياضي بنتفاجئ ان هم كمان متفوقين دراسيا، وعارفين يوزنوا ما بين الاثنين. فاتمنى ان انتوا كمان تعرفوا توزنوها كده زيهم. جميل. الرياضه بتشغل المخ اصلا، وبالذات الجمباز بيحتاج تفكير كتير جدا في التمرين عموما، فده بيساعد اصلا في الدراسه. يعني اي حد بيلعب جمباز كويس متفوق ده بيبقى مخه كويس، اللي هو بيعرف يستوعب بسرعه، فده بيساعد جدا في الدراسه.
مع اننا بيبقى عندنا وقت اقل عن الباقي، بس بنعرف نستوعب اقل بكتير الحقيقه. اقل بكتير، بس بنستوعب اكتر واسرع، والفكره بتدخل ممكن من اول مره، مش لازم نعيد عليها كتير، فبنخلص المنهج زيهم وبنحاول نراجع كمان. طب انتوا بعيدا عن المنافسات في البطولات المختلفه، يومكم العادي عامل ازاي؟ بتصحوا من الساعه كام؟ تمريناتكم بتبقى كم مره في اليوم؟ عدد ساعاتها قد ايه؟ احنا مثلا بنصحى بنفطر، بيبقى مثلا الساعه 7 بننزل نفطر، وبعد كده نروح على اول تمرينه، دي بتبقى خفيفه شويه، بنسخن وممكن نعمل باليه ونعمل فتنس عشان دي اهم حاجه في البطوله في التمرين، وبنعمل حاجات خفيفه، وبعد كده بنطلع الاوتيل، وبعد كده بنريح ممكن نتغدى وننزل بقى تمرينه ثانيه بتبقى 4 ساعات، 4 ساعات ونص بنشتغل فيها ونعمل اللي علينا وبنبقى نركز. هي الاربع ساعات دي لازم نعمل فيها كل حاجه، وكل حاجه كويسه وكويس عشان ما نتصابش، وبنبقى واخدين بالنا من نفسنا. ده اليوم العادي. حتى في يعني حتى اثناء الدراسه، يعني انتوا هل بتروحوا المدرسه مجامله مثلا احيانا ولا بتعملوا ايه؟ في اليوم الاجازه يعني لو عندناش تمرين بنروح المدرسه. في اليوم الاجازه بيبقى في بقى جوابات. اصل هي ابتدت بينا ندى، صحيت وفطرت ونزلت راحت التمرين ورجعت مش عارف عملت ايه، بعد كده جت رايحه التمرين. طب المدرسه فين من لا بنذاكر في بيبقى في مدرسه يعني بيبقى هي اصلا احنا بنعتمد على الدروس، يعتبر اونلاين دلوقتي كله يعتبر اونلاين. طب واوقات بيبقى في مثلا في يوم في الاسبوع بيبقى في درس مثلا في السنتر، فكده كام مدارس لو ناشونال بيبقى ما حدش بيروح المدرسه، لو انترناشونال واي جي وكده بيضطروا ان هم يروحوا، بيضطروا يا اما اونلاين يا اما يروحوا، بس احنا بنعتمد عموما على الدروس، فبيبقى مثلا في يوم او يومين في الاسبوع مش بنروح تمرينه بالتمرينتين. يعني مثلا التمرينه اللي هي بتبقى بالليل مثلا مش بنروحها، فبنتمرن الصبح التمرينه الثقيله عشان نروح الدرس بالليل. يعني بننظم الاسبوع وبنظبط مواعيد الدروس على حسب التمرين. تمام. بس فبيتظبطوا مع بعض. فبيمشي الحال يعني. بتمشي. بيمشي الحال. بتعدي. طيب بدايتكم جت ازاي مع الجمباز؟ هل لعبتوا رياضه ثانيه قبلها، ولا البدايه كانت مع الجمباز اللي انتوا استمرتوا فيه؟ وهل كانت البدايه في النادي الاهلي ولا براه وبعد كده انضميتوا؟ انا بدات في النادي الاهلي، كنت بلعب سباحه ووصلت للمستوى الثالث، بس بتبقى صعبه مع الشتاء. فجربت الجمباز ولقيت نفسي شاطره فيها، ولقيت ان الجمباز عشان نتفوق فيها يعني نلعبها، بس ما نلعبش اي رياضه ثانيه، وهي ما شاء الله فيها فتنس الكافي انها نلعب جمباز. يعني انت اول مره تروحي تحضري اول تمرين ليكي في الجمباز كان عندك كام سنه؟ 3 سنين. 3 سنين. كنت في المدارس في نادي الاهلي. كنت قبل منها لعبتي سباحه؟ امتى؟ كنا بنتعلم بقى السباحه. اوكي. وانت يا جنى ابتديتي مع الجمباز امتى؟ 3 سنين ونص. اوكي ما شاء الله، دي بدايات مبكره بتفرق. بتهيألي اكيد طبعا لو حد مثلا بدا متاخر ده بيبقى بتفرق في شكل الجسم خالص، ده ما بيبقاش مثلا الجسم ده ما يصلحش ان هو يلعب جمباز، لان الجمباز بيحتاج شكل معين بفتنس معين. يعني مثلا حد يعني مليان شويه ده ما ينفعش يلعب جمباز عشان الاصابات هتبقى كتير. وزنه مش هيساعده في التمرين، لان الجمباز كله حركات محتاجه يعني كلها ضد الجاذبيه، فالوزن هيصعب الموضوع. بس فده لازم نبدا جمباز من الاول لو حد بدا متاخر. وبشكل عام يعني بشكل عام يا جنى، ايه المواصفات اللي لو كانت موجوده في تعالي نتكلم على الاطفال حتى بصفه خاصه، الطفل لما يكون فيه مواصفات ايه تقدري تستنتجي انه ده يصلح للجمباز وممكن يتفوق فيه كمان؟ مثلا في حاجه اسمها الفلات فوت، مثلا في حاجات في الرجلين لو مثلا شفتها حرتك لا خلاص ده ما ينفعش، او ده ينفع. لو من الاساس يعني اللي عنده فلات فوت ما ينفعش. في اللي عنده فلات فوت ما ينفعش مثلا، الجمباز هيبقى صعب قوي بالنسبه له. اوكي. اللي مليان شويه ده بيبقى صعب برده، بس ممكن وهو صغير لو الموضوع ان هو لا هيخس وصغير وهيبقى ممكن يلحق نفسه ويتدارك الحكايه. لكن بيبقى في مثلا جسم مرن قوي، جسم عضلاته صغيره، ده بيبقى صعب بعدين بقى في يعني بعد كده، حتى لو يعني ده مثلا عضلاته صغيره لما يكبر الاصابات هتبقى عنده كتير قوي في الجمباز، فده ما يستحسن ان هو ما يلعبش جمباز. اللي جسمه مرن قوي نفس الكلام، محتاج عضلات كتير، ده برده الجمباز يبقى صعب بالنسبه له. دايما بيبقى فيه انطباع كده عند ناس كتير يقول لك ايه، لا ما يعني انت عارفه طبعا ان الجمباز هو الاختيار الاول اللي بيجي دايما في ذهن معظم اولياء الامور لما يكون عندهم ولاد صغيرين هيبتدوا يلعبوهم رياضه. ومع هذا في برضه فكر كده عايز اتاكد من مدى صحته منكم، في ناس يقول لك ايه لا الجمباز بيخلي الطفل ما بيطولش قوي وكانه مضغوط، الكلام ده حقيقي فعلا بيأثر في النمو العظم، ما بيطولش ما بيكبرش، فممكن نبقى برضو مش قصيرين قوي بس برضو مش زي اصحابنا اللي في المدارس، يعني اقصر نسبيا من بقيه الزمايل عن الناس الطبيعيه يعني الكلام ده حقيقي فعلا.
اوكي. ومع هذا برضو في المقابل في حاجات حلوه كتير، فبرضو تقولوا ايه لاولياء الامور اللي بيفكروا يخلوا ولادهم وبناتهم يمارسوا رياضه الجمباز؟ تنصحوهم بايه؟ بيخلي شكلهم جسمهم كويس وعندهم فتنس كويس، وممكن يبقى عندهم مرونه فيقدروا يعملوا اي حاجه، وحتى لو مش عاجبهم الجمباز يقدروا يلعبوا اي رياضه، هيبقى جسمهم حلو ويقدروا يعملوا اي حاجه. فالجمباز هيفيدهم، بيساعد في اي رياضه ثانيه. اذا يعني كان رياضه، اي حد لعب جمباز خلاص ينفع، بيبقى عنده فتنس ومرونه، بيتاسس يعني بالجمباز، بيبقى عنده فتنس ومرونه ورشاق، بيبقى عنده كل حاجه تحتاج اي لعبه ثانيه، بيعرف يجري، عنده فتنس، عنده مرونه. طب فخلاص هو ممكن يلعب بعدها اي لعبه ثانيه لو هو. طب انا عايز ارجع معاكم للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، مساله ان هو بيخلي العظم ما يطولش، او بالتالي الطفل ما بيطولش. مش المفروض برضو ان لما حد يحب انه يطول يقول له، يقولوا له العب عقله، صح كده؟ ساعات. طب ما انتوا عايزين عقله يعني في الجيم. العقله المفروض ان هي مقتنعين ان العقله عشان بيتشعلقوا كده فهو بتطول بقى، هيطول المسافه بين الجمباز. لا خالص، لا لان الجمباز اصلا كله بيضغط على العضلات وعلى العظم، لان هو كله جمبات فبينط، يعني بيضغط على الجسم كده كله، فهو كله ضغط على العظم. بس هو مش بيأثر قوي في النمو، يعني عادي بنطول وكله بيطول عادي، بس في وقت يعني في وقت اطول، اقل شويه في الطول والوقت اطول. الوقت بياخد وقت. طب انتوا بتفكروا في اللي جاي يعني ازاي؟ هل عايزين تكملوا في الرياضه دي؟ ساعات برضو في اهالي يقول لك ايه، لا احنا بنتنا تلعب لغايه سن 16 سنه، حلو كده. انتوا عندكم هل الفكر ده موجود عندكم؟ ده بيجي من الدعم الصراحه من اولياء الامور، يعني لو ولي مثلا والدتي ووالدي، لو هما شايفين ان انا لا انا كويسه يعني رايحه في المجال ده او في الرياضه دي، لا خلاص، لو هما في سبورت منهم هما اكيد شايفين ده في حالتكم طبعا. في ناس بتبقى تنفع، بس بيبقى اولياء الامور يعني الموضوع صعب عليهم فبيضطروا ان هما يوقفوا، بس في ناس بيبقى في بقى سبورت، بيبقى يعني دي اهم حاجه الصراحه، سبورت اولياء الامور دي الحاجه الوحيده اللي بتخلينا نكمل. وانت يا ندى عندك السبورت اللي بنتكلم عليه ولا مفتقده؟ لا يعني الحمد لله عندي من والدتي ووالدي، وكمان هما شايفيني كويسه في الجمباز فبيدعموني اني اكمل وادخل بطولات واحقق، فبالنسبه لهم بتبقى فرحه اني حققت حاجه بعد دعمهم كله. مين فيهم تعبان معاكي اكتر؟ مامتي. في التمارين وفي المجاي والمروحه؟ لا مامتي فعلا. بس اكيد بتبقى يعني فرحانه بيكي وهي شايفه ان بنتها طبعا ما شاء الله مميزه وبطله كمان. الحمد لله، وهي تعبت بتوديني التمرين وترجع، وهي اللي برضو دايما بتقولي كلام يحفزني على التمرين وسبورت جامد قوي، فلما حقق بتحس برضو ان تعبها وكل حاجه ليه فايده. ليه فايده فعلا. طموحاتكم ايه في الـ في الـ في, الـ في الرياضه دي؟ يعني بتحلمي بايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك تشاركي في انهي بطوله؟ ونفسك تحصلي على اي لقب؟ في 2024 الاولمبيكس نفسي اروحها ان شاء الله، ونحقق مركز كويس ما بين الدول كده، ونكون عملنا نكون اتمرنا كويس، ونكون بقينا شغلنا احسن ومستوانا احسن والمركز احسن. وانت يا جنى حاطه عينك على نفس البطوله؟ بتجهزوا لها بقى من دلوقتي؟ من دلوقتي طبعا، من قبل كده كمان. اول الاولمبيكس الاخيره خلصت، اللي هي كانت في الاولمبيكس 2020 طوكيو، اول ما خلصت بنبدا نجهز بقى ال 24. طب انا عايز اختم معاكم بسؤال ليكم انتوا الاثنين، والسؤال ده دايما بنساله لابطال النادي الاهلي. فكره ان انت بتلعبي باسم النادي الاهلي، فكره ان انت بتنافسي وانت لابسه تيشيرت النادي الاهلي اللي هي روح الفانيلا الحمراء زي ما انتوا عارفين، الموضوع ده يعني لطيف اكيد من ناحيه، بس اكيد في جانب تاني يخوف، واحساسك بالمسؤوليه واحساسك هو احساس بالمسؤوليه. انت بتلعبي النادي المركز الثاني عنده او بالنسبه له زيه زي الاخير، يعني ما طلعتيش الاولى يعني، فاهمه ازاي؟ فده بيشكل عبء عليكم؟ هي مسؤوليه كبيره قوي وعبء كبير، لان بتبقى نازل بس مش خايف من انت مثلا، لا انا عايزه احقق عشان نفسي، عشان والدي او والدتي، لا انا في اسم نادي شايله، في اسم نادي نازل باسمه، لازم اشرفه او اخلي اسمه يبقى موجود، يعني ما خليش اسمه اللي هو لا نادي الاهلي ما فيش، مش موجود او تاني او تالت او كده، لا. وانت يا ندى بتتعاملي مع الضغط ده ازاي؟ اللي احنا ما نحطش الضغط اللي هو احنا خايفين او احنا قلقانين نقع، لا بالعكس، احنا عايزين نرفع اسم النادي الاهلي، ان هو كل واحد يبقى خايف ان النادي الاهلي طالع، يبقى لا ده عاملين له اللي احنا هنحقق مركز،
اللي احنا كنادي الاهلي لا احنا عارفين بنعمل ايه، حركاتنا وجمالنا مظبوطه، واللي احنا لابسين التريننج بيبقى تحفيز جامد قوي، اللي هو انا خلاص هطلع احقق حاجه، اشرف الكباتن اذا كان اولياء امور اي حد كان بيدعمنا، اللي احنا شرفنا في الاخر ان شاء الله. واللي احنا ربنا لابسين التريننج يكرمكم ويوفقكم ويقدركم على ان انتوا تشرفوا النادي الاهلي وتشرفوا اهاليكم وتسعدوا نفسكم بحصاد بقى المجهودات الكبيره اللي انتوا بتضطروا تخوضوا فيها لغايه لما في الاخر تحققوا لقب او تحصلوا على ميداليه. بنتمنى لكم كل التوفيق، نورتونا في 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله نشوفكم على خير في لقاء تاني مع بطولات تانيه باذن الله. نورتونا. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان بقى نبتدي كلامنا مع استاذ ايمن جلبرتو وملفات الدوريات الاوروبيه المختلفه. خليكم معانا.